مرحبا بكم مشاهدينا في عدد جديد من كاميرا كاشي حكمك الفار. تابعوا معنا باش نشوفوا واش راح يصرى للضحيه تاع نهار اليوم. لو كليون راهو دخل و راهو يدور باش يخير واش يشري. كيما تبغي هاد الشركه واحده دار 1,50,000 سلوالا نحسبها لك 17,500 شخصك ابارامون راهو لقى واش راهو حاب. رؤى من جنة هاك صاحبي بيت قيسار وقيسار طيب هذا ارسوم اش بالك عليك صاحبي ما بقاش في هذاك لي طاي واه بصح قلت لي كاين واه صاحبي بصح هذا صغير عرفت عليك تاع ارسنال كي عرفت عليا فاهم انا قلت لك تاع مدريد شفت ارسنال ما بقاش فيه بصح تاع مدريد صاحبي اي ما جيب لي تاع مدريد واه بصح شغل هذه هضره هي زياده راك فاهم ما فيها والو هذه اللي قلت لي ما عجبنيش ولا واه بصح انا شو قلت لك قلت لي تاع مدريد أيوه؟ ما بقاش فيه لي طاي عرفت عليك هذا وين عرفت عليا وين تعرفت عليا ما عرفت عليا والو جبته ديريكت واه بصح هذا ما فيها والو هذا ثاني تالي راك فاهم صاحبي يخصني مدريد اخويا ما كاش تاع مدريد ايوا مالك كيف مالي كيبيعوا بس يا صاحبي بس لو كليون بدا يتقلق اخويا هذا هو اخويا تفضل انت جيت لي تاع مدريد جاب لي تاع ارسنال ما فهمتش وقلت لك كاين لاطاي قال لي كاين صح اخويا واه هذه نورمالمون هذا ما صاحبي دي ارسنال لا ما عنديش ارسنال انا قلت له عرفت عليك ما عجبكش قول لي لا ما فيها والو صاحبي كاين كاين تاع مدريد كاين تاع مدريد افهموا روحكم كاين ما كاينش غادي نجيب لك تاع مدريد ما تديه صاحبي كون جيب جيب لك تاع مدريد تديه؟ اي روح جيبها تشوف راشد. اهدر مع حنبوك امين اخويا راك فاهم غادي تخاف نشكل عليه في الهضره. انت ما وليكي بلاص راهم معينين شنو جاي تهضر بزاف صاحبي رد عليك هذه ما فيها والو واش فاهم الحاله ما راهيش تشكر زعفان لا ماني زعفان خويا راني جاي نجري انا هو ماشي هذا تالي ما هضرتش غايه صاحبي ما شاء الله خويا انت هاك شغل ديالك زعف ما فيها والو اللي قلت لك لازم نجيب لك تاع مدريد هاك تاع بارسون هذا بقى لنا في هذا طايعه قلت لنا بارسا صاحبي قلت لنا بارسا هذا تاع من هذا صاحبي هذا تاع مدريد صدر وقلت لنا جيبوا لي بارسا صح انا راني غلط ما انت راك تحوس على الحس ايوا هذا تاع تاع زغلول هذا مدريد مدريد جيب لي قلت لنا ما قلت لنا بارسا صح سيدي باين شري جيب لي ال بصح سما كاركتر شق علينا نجيبوا لك بارسا تعاود تقول لنا جيبوا لي مدريد جيب لي تاع يا روح خويا مدريد بقى ما تنقل عليا شيك شو صاحبي ملي خاطرك تعي فينا راك فاهم صاحبي يخلينا من العيا يا دوك 80 يوم ما كنتش نيجا فهمت انا مالك خويا راهي تخلطت تاع الصح انت صاحبي ما درتش كاع معانا غايه على بالك شغل انا هذا كبير اروح 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 صاحبي اروح 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 انا تسمع لي صاحبي انا ثلاث غادي ندوق خاطر انا الشيطان ربي يستر ادخل من يابك ما تزعل اطلع فوق اطلع 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 لي لو كليون زعف وراح ويلي ولي مازال ما كملناش معاك غير راني في الحانوت شغل حسوق قاعدين بعد نزل نهضر معاك غاية صاي يجي هذاك يجي هذا يجي 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 يجي
امين هيا يهضر مع اخويا ولا شوفها ولا صرحها ولا لو كليون راح يخرج من عقله. خليه راضي خليه راضي امين خليه راضي سهل صاحبي ما نشريش شريت معنا في كاميرا كونشيك خويا هلو بارك الله فيك هذا يلحقكم تعال رمضان ان شاء الله بعدنا سيبنا لحق نعطوك تا مدري ضايع من عندكم تخاف دراكم ما تشريش زغلول هيا تصوموا بصحة ان شاء الله هذا هو قلقني يا صاحبي قلقني تنهج وني ننهج دروج ولا هو انا عياني انا نقولها مدريد هو جاب لي عاود الاخر قال لي اس عاود ما فهمتش انا وين نلبس اس ها هو ما عياوني دروك ما فهمت كله ولا يطلع نجيب تاع سي ار بي يجيب المهم ما تقلقنيش انا ما نتقلقش وانت نرفيتني مانيش عارف هيا اخويا تصوموا بصحة ان شاء الله وش بنقول لكم درتوها بيا اخويا والله درتوها بيا استعرض